مصاريف الانفاق كمان في الزواج والخطوبة وكل ما يتعلق كمان بتقاليد الزواج في مصر. احنا من زمان واحنا بنقول ان احنا محتاجين إعادة قراءة كمان في تقاليد الزواج وما يتصل بها من ماديات، لكن الحقيقة ما كانش فيه يعني مبادرات واضحة أو خلينا نقول مفصلة شوية زي اللي دعا إليها كمان الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ومبادرة تحت عنوان لتسكنوا إليها. المبادرة دي هدفها خفض تكاليف الزواج عن طريق مجموعة من الإجراءات بتبدأ من الخطوبة، ويمكن أكتر من إشارة لي كمان إزاي نقدر نحن نقلل تكاليف الخطوبة أو تكاليف الزواج نفسها، هنقولها لحضراتكم بس يمكن نستعرضها أكتر مع الدكتور نظير عياد أمين، كمان أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. مبادرة لتسكنوا إليها، السبب دعوتكم لهذه المبادرة وأهم النقاط اللي حضرتك شايف إن ممكن يكون فيها يعني إعادة نظر بالنسبة للمصريين حين إقبالهم على الزواج؟ بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. يعني كما تفضلت حضرتك، لا يخفى على أحد الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليس مصر فحسب، وهذه الظروف أدت بشكل أو بآخر إلى تأثيرات على جوانب متعددة، لكن من بين المشكلات الواقعية التي لا يكاد يخلو منها بيت من البيوت هي قضية تأخر الزواج أو تأخر سن الزواج نتيجة التكاليف الباهظة، نتيجة الخضوع لجملة من التأثيرات التي مبناها بعض الأعراف، بعض العادات، بعض المحاكاة للناس بعضهم البعض. من ثم كانت هذه المبادرة لتسكنوا إليها، القصد منها العودة بالناس إلى أسلوب الزواج السهل البسيط الذي يراعي الاعتدال في كل شيء، والذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، والذي ليس فيه تنازل عن المرأة أو إهدار حقوقها، وليس فيه أيضا تجني على الرجل والجور عليه. نعم. طيب أهم النقاط دي في وجهة نظر حضرتك أو ما قدمته المبادرة اللي لازم نعيد النظر فيه، لو حضرتك تدينا بعض الملامح كده وتربطها لنا من وحي كمان السيرة النبوية والتعامل أيضا مع هذه المواقف. يعني هو دعنا نتفق في البداية بأن الشرع لم يدع حدا للمهور، يعني وفي نفس الوقت يعني دعا التمس ولو خاتما من حديد، لكن نحن لا نقول هذا هو الأصل، نحن نتحدث عن الحد الأدنى. هذه المبادرة مرت بثلاث مراحل: الخطوبة، الاستعداد للزواج، الزواج. كل مرحلة من هذه المراحل لا تخلو من بعض الأمور التي مبناها العرف والعادة والموروثات، وكل مرحلة من هذه المراحل لا تخلو من أعباء مالية طاحنة قد يلزم عنها الاستدانة والقروض، وقد نصل إلى حد الوقوع في الغارمين، وقد نصل إلى حد الحبس نتيجة عدم القدرة على السداد. هنا كانت هذه الدعوة يعني توسطوا في الأمور، نحن لا نقول بأننا نفرط في أبنائنا أو بناتنا، فالدنيا بما فيها ومن فيها أغلى، ليست أغلى من أبنائنا أو بناتنا، وعندما ندعو إلى هذا ليس معناه أن نضيع حقوق المرأة أو نتجاوز في حق الرجل. يكفي في الخطبة هدية بسيطة بجانب دبلة الخطوبة، بجانب الاقتصار على الأقارب من الطرفين. لا داعي لحفلة أثناء الفتحة والخطبة، وحفلة أخرى أثناء الشبكة، وحفلة أثناء البناء أو الدخول. لا داعي أيضا مثلا في أن يكون في كل حفلة من هذه الحفلات ولائم يلزم عنها الاستدانة أو ولائم يلزم عنها الحرق. نفس الأمر فيما يتعلق، وده ينسحب برضو على قائمة العفش البيت وما يسمى بالقايمة. حضرتك عارف القايمة دي بتبقى فيها يعني مغالاة بشكل كبير جدا لمجرد بس التباهي على الأقران الآخرين، أولاد العائلات الأخرى وبالذات في الريف.
احسنت. عشان كده عشان احنا كده بنقول ايه، يكتفى في القائمه بما جاء فعليا وبثمنه الاصلي، لان احنا عندنا في بيئتنا الحاجه ام 10 ممكن تتكتب ب 100 وام 100 تتكتب ب 1000، فبالتالي بندعو الى الاقتصار على ما جاء وبسعر. ده امر. الامر الثاني بندعو الى الاكتفاء بما يحتاج اليه الطرفين، ومش كل الامور هتاتي مره واحده، يعني يكفي اللي يقيم الحياه الغساله، غساله واحده، ثلاجه واحده، لكن احنا بنشاهد ما اعرفش غساله اوتوماتيك، كل اوتوماتيك، نص اوتوماتيك، غساله اطفال، غساله اطباق، وده كله نتيجه ان انا ببص البنت فلان وفلان وهكذا. عشان كده احنا بندعو الى هذا الامر. نفس الامر لما بنيجي عند الجواز بنلاقي مساله التصوير اللي ظهر في السنوات الاخيره، والمواقع التي يتم فيها التصوير، والحفلات الباهظه، وشهر العسل، فبندعو الى التوسط في كل هذه الامور، وبنوجه الدعوه للعلماء يبداون بانفسهم والاغنياء حتى يقتضي بهم الفقراء. صحيح. لان الفقير لا يقبل ان يخرج باقل من ابنه جاره الغني، فبالتالي إذا ما بدأ الغني أو العالم بنفسه يمكن أن نرى أثر ذلك في دنيا الناس. بالتأكيد. احنا نشكرك شكرا جزيلا دكتور نظير عياد. شكرا. من عام مجمع البحوث الإسلامية، وده من وحي يعني سيرة الرسول اللي زوج بنته يعني بدرع وما يشبه غطى السرير يعني، وكمان كان مع زوجاته سيدنا صلى الله عليه وسلم حتى متبسط جدا في طلباته حتى الزوجات نفسها، فده من وحي الدين يعني.